ولاء حافظ بطل الغطس العالمي، صاحب أطول غطسة تحت الماء، واللي اتسجلت في موسوعة جينيس ريكوردز العالمية. وقتها احتفت به القنوات والمواقع ومنشطات الصحف، ولم ينقطع الحديث عنه لفترة طويلة. توقعنا أن الأنظار ممكن تختفي عنه بعد إصابته بشلل رباعي نتيجة حادث مروع كان كفيل بأنه ينهيه نفسياً وجسدياً ويقتل فيه روح المغامرة. إلا أن العجز مطلش روحه وإيمانه، اتسبقت بالفعل القنوات والفضائيات للقائه والحديث معه بسبب حالة الرضا والابتسامة الدائمة، وبسبب تصميمه على تحقيق حلم جديد بيسميه التحدي الأعظم. ولاء حافظ بيستعد لدخول تصنيف عالمي جديد، وبيستعد لنيل لقب صانع المعجزات، فهو بيحضر نفسه للغطس في حالته وتحقيق رقم قياسي جديد برغم تخوف الأطباء، إلا إن حجم الإيمان في قلبه وحجم إيمان أسرته وأولاده بيه قادر يصنع معجزة جديدة. قررنا إننا ندعم كابتن ولاء حافظ ونشجعه على حلمه. زرناه في بيته في وسط أسرته مع زوجته وأولاده، أهم الداعمين ليه، واللي بسببهم وبسبب عزيمته ودعوات كل اللي بيحبوه هيقدر يعملها. الحمد لله على السلامة كابتن. الله يسلمك. حضرتك يعني مريت بحاجة صعبة جدا، وحاجة احنا لما نسمعها نقول اللي هيخرج منها اكيد هيبقى مكفهر اقل حاجة، انما الابتسامة الجميلة والرضا اللي في وشك واللي في قلبك وفي قلب مراتك الحقيقة خلانا لازم نيجي ونصور الحالة الجميلة الانسانية دي. انت عملت حادثة، دخلت في تريلا ولا ايه اللي حصل؟ لا، كنت ماشي على الطريق في تريلا، حاولت يمين في شمال كده، عملت حركه، كان في مطب باين قدامها او بتفادى حاجه يعني، فالمقطوره اللي ورا اتحركت معاها، فطبعا هو عملت زي لبه كده، فخبطتني خبطه في الاقزام قدام، خلت العربيه تطلع من بره الطريق، فالعربيه اتقلبت وحصل بقى الخبطه في خبط في السقف بتاع العربيه، فعمل لي كسر في الفقره الرابعه والخامسه عنقيه، وقطعت الحبل الشوكي. كنت حاسس بالحادثه وكده؟ كنت حاسس بكل حاجه يعني. بس أول بقى من العربيه الناس عدلوها، طبعا ما كنتش في اي حاجه بتتحرك في جسمي، ولقيت النفس كان ضعيف جدا، بس كنت مركز بقى في كل حاجه بتحصل يعني، كان معايا حاجاتي الخاصه يعني فايق. ما غبتش عن الوعي؟ لا. كلموا بقى نورة ساعتها، كنت في الساحل، هو كان رايح الشغل، انت بتشتغل، انت كنت قبطان بحري؟ انا كنت ضابط بالقوات الخاصة البحرية، بعد كده بقيت مرشد في هيئة قناة السويس. فكنت رايح السويس، كان عندي هناك الوردية بتاعت الشغل بتاعي. ونورة كانت في الساحل؟ عيد بقى، كان في عيد. كلموكي بقى يا نورة وقالوا لك انه كابتن ولاء عمل حادث، خدتي الخبر ازاي؟ اتصدمت وقعدت اعيط، وانا وكانت والدته معايا وجدته واخته والولاد. كان المفروض اصلا هو جاي لنا يعني، قال لنا هخلص الشغل واجي لكم تاني يوم، بس حصل بقى الظروف دي، وكنتش متخيله ان الموضوع هيوصل لكده، كنت فاكراها حادثه وهيبقى كويس، بس قدر الله ما شاء فعل. احنا الحادثه دي مرينا بمراحل كتير قوي، مراحل صعبه وكل مره تصعب يعني ناس بتعمل حادثه وتطلع خلاص. لا، احنا عملنا الحادثه وجالك ميكروب وانفكشن، وايه اللي حصل؟ جاله بكتيريا قاتله يعني اسمها كلابسيلا، وواحده تانية اسمها اسيتوباكتر، عملت له تسمم في الدم وراحت لكل الاعضاء اللي في الجسم، خلته يشيل المراره والكلى الشمال، وعملت له التهاب او انفكشن في الرئه، مية على الرئة في اليمين شوية والشمال شوية، وخلاه يعمل شق حنجري بعد كده عشان التنفس كان صعب. وكان تقريبا ده هو ده حصل في ألمانيا. في ألمانيا. هو المفروض انه هيئة قناة السويس بعتتك ألمانيا علشان تعمل علاج طبيعي تأهيل يعني، لكن كل الانفكشن اللي حصلت دي حصلت هناك؟ لا، الانفكشن حصل في مصر.